وضمن التوجه الشعبي لدعم مسيرة التعليم التي تحقق بها محافظة صلاح الدين تقدما ملحوظا على مستوى العراق من خلال الانضباط ونسب النجاح بعموم مراحلها الدراسية، كرم وجهاء قضاء تكريت بمضيف القضاء عددا من الطلبة المتفوقين كدافع معنوي لمواصلة تميزهم وحافزا لباقي زملائهم في مختلف الصفوف. نقدم شهادة تقديرية بهذه المناسبة وهي جزء بسيط الحقيقة. الشيخ عياد يقدمها الشيخ عياد للشيخ لبعض. بمبادرة طيبة وكريمة من مديرية الشؤون عشائر محافظة صلاح الدين وعشائر التكارتة في ديوان مضيفة أهل تكريت، قمنا بتكريم الطلاب المتفوقين، وهي تكريم معنوي، ونتمنى لهم إن شاء الله النجاح الدائم والتوفيق، وها هم جيل المستقبل. هذه مبادرة من شيوخ ووجهاء مدينة تكريت وباسم شيوخها ووجهائها وباسم كل التكارتة، هذه المبادرة الكريمة، موفقين إن شاء الله، ونتمنى النجاح الدائم للشباب، شباب المستقبل، وفقهم الله وحفظهم وبارك الله بعوائلهم، وهنيئا لعوائلهم الكريمة، ونبارك لهم جميعا. أنا أحد طلاب الصف الثاني المتوسط، وحققت معدل 96 الحمد لله، وأتمنى بالسنوات القادمة أنه أنا أحقق معدلات أعلى وأكون أفضل. وأشكر أنا أكيد عشيرة التكارتة، وأشكر المبادرة الحلوة اللي سوونا إياها، وشكرا. أنا أحد الطلاب المتميزين للصف الأول متوسط، طلعت معدل 97، وإن شاء الله في السنوات القادمة إن شاء الله أنجح وأتفوق دائما. شكرا لكم. أنا أحد طلاب الصف الأول المتوسط، اسمي زينتي الضياء، معدلي 99.8، وأتمنى أن أنجح بالسنوات القادمة وأطلع معدلات عالية، وأشكركم على هذه المبادرة. أنا أحد طلاب الصف الأول المتوسط، حقق معدل 98.5، ونشكر هالمبادرة الحلوة من الطلاب وأساتذتنا، إن شاء الله نحقق معدلات أكثر في السنوات القادمة. أنا أحد طلاب ثانوية تكريت الأهلية في الصف الثاني المتوسط في قضاء صلاح الدين، والذي حقق معدل 96، أتمنى أن أطلع نتائج أعلى في السنوات القادمة، ونشكر شيوخ قضاء التكريت على هذه المبادرة الكريمة. أنا من طلبة المتميزين في ثانوية التكريت الأهلية، حصلت على من طلاب الرابع علمي حصلت على معدل 89، ونشكر الشيوخ الأفاضل على هذه المبادرة الجيدة، ونتمنى أن نحقق نتائج أفضل في السنوات القادمة إن شاء الله. أنا أحد الطلاب المتميزين في محافظة صلاح الدين، الطالب الثاني المتوسط محصل معدل 98، وأشكر أستاذ جواد وديوان. أنا أحد الطلاب بالصف الثاني المتوسط، جبت معدل 97، ونشكر الشيخ نضال على هذه المبادرة، وأتمنى التفوق الدائم لنا ولزملائنا الطلاب الآخرين.